للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان قطبة. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسان. بداية، على وقع التصعيد الجاري بين واشنطن وطهران، عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني بعد ثبوت تورطهم في قتل متظاهرين في إقليم الأحواز العربي، هذه العقوبات على ضابط في منطقة ما، ما تأثيرها؟ هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع كافة القيادات في الحرس الثوري الإيراني وكافة المسؤولين الإيرانيين، وتراقب ممارساتهم وتصرفاتهم بحق الشعب الإيراني من قمع واعتقالات واغتيالات وتعذيب وحتى تهجير. في البداية كانت إيران لاعب أساسي في الدول المحيطة بها وكانت في حالة استقرار كامل. الآن إيران تعاني في الداخل نتيجة العقوبات الأمريكية، فالواقع الاقتصادي الإيراني يؤجج الصراعات الداخلية، التدخل الإيراني في الدول الخارجية والإنفاق غير المقبول خارج إيران وحرمان الشعب الإيراني من ثرواته جعل الشعب الإيراني ينتفض ويتحرك، وبالتالي أصبح القمع صفة ملازمة للنظام الإيراني، وهذا ما يذكرنا بالفترة التي سبقت انتفاضة الشعب الإيراني عام 1978 ضد شاه إيران. الشعب الإيراني انتفض لأن كان هناك قمعا، وكان هناك جهاز مخابرات اسمه ستافاك يقمع الشعب الإيراني، وكان هناك فقر، وكان هناك حاجة واضطهاد. الآن المشهد نفسه يتكرر، المرشد يلعب دور الإمبراطور السابق لشاه إيران في إيران، والسافاك الآن يمثله الحرس الثوري الإيراني الذي يقمع الشعب الإيراني ويمارس بحقه كل أنواع التنكيل والتعذيب. إذن الولايات المتحدة والدول الغربية تتابع الداخل الإيراني بالكامل. طيب، إلى أي حد يعني هذه العقوبات يمكن أن تكبح جماح إيران وتجبرها على تغيير سياساتها الخارجية في المنطقة؟ من الواضح أن السياسة الخارجية الإيرانية بدأت تتحول ولو تدريجيا. مجرد الإعلان عن أن ولو كان غير رسمي أن حسن نصر الله سوف يقود الملفات الخارجية التي كان يقودها قاسم سليماني، هذا يعني أن إيران بدأت تفصل ما بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، وهذا يعني أيضا أن الملفات الخارجية يتحمل مسؤوليتها شخص غير إيراني، بمعنى أنها تستطيع أن تقول أنها غير معنية بما تمارسه هذه التنظيمات، سواء كان الحشد الشعبي أو حزب الله في لبنان أو الحوثيون، باعتبار أنها غير معنية مباشرة. في السابق كان الملف بيد قاسم سليماني وكان هو معني مباشرة بكافة ممارسات هذه التنظيمات. الآن بدأ التحول تدريجيا، لا تستطيع إيران أن تنتقل فجأة من محور إلى محور ومن ضفة إلى ضفة، بدأ التحول التدريجي، وهذا يمهد أن إيران قد تسعى إلى أن تدخل في مفاوضات مع الدول الغربية. طيب، لكن على الطرف المقابل تبدو أن الميليشيات الموالية لإيران تعيد بناء قواعدها في أماكن انتشارها بين العراق وسوريا، يعني هل هي تعتقد أن واشنطن ستسمح لها بالتحرك بأريحية ما؟ طبعا هي تدرك أن المواجهة مع الولايات المتحدة هي حتمية. هذه الميليشيات لا تملك رؤية للسلطة، لا تملك رؤية لإدارة بلاد كالعراق أو لبنان أو غيرها، هي تستطيع فقط أن تخرب، هي تستطيع فقط أن تمارس عمليات القمع والاغتيال، هي تستطيع فقط أن تنتقل من منطقة لمنطقة ومن بلد إلى بلد لممارسة عمليات التهجير كما جرى في سوريا وكما جرى في العراق. هذه ميليشيات خاضعة لإيران وستبقى خاضعة لإيران، وإن كانت بالشكل أو بالشكل التنظيمي الذي تحدثنا عنه قد تصبح خارج إطار الإيران المباشر، ولكنها قلبا وقالبا هي إنتاج إيراني، وهي تسعى لخدمة إيران، وهي تعتبر أن نجاح المشروع الإيراني هو نجاح لها وفشل إيران هو فشل لها، وبالتالي حتى إذا فشلت إيران هذه الميليشيات سوف تنتهي حتما، لأنها لا تملك أي رؤية لإدارة بلاد. العراق كان بيد هذه الميليشيات وبيد مؤيدي إيران بالكامل، ومع ذلك الفساد والهدر وفشل السلطة العراقية في إنتاج واقع مستقر اقتصادي وسياسي وحتى اجتماعي كان واضحا لجميع المراقبين سواء الداخليين أو الخارجيين. إذن هذه الميليشيات لا تملك القدرة إلا على اجتراح معارك وخوض حروب والتعذيب والتنكيل، لأنها هذه ثقافتها، هذا فكرها، وهذه سياستها. لا تملك قدرة على تثبيت نظام حكم تستطيع أن تتخذه نموذجا لشعوبها.
حسان القطب مدير المركز اللبناني، مدير مركز اللبناني للأبحاث والاستشارات من مدينة صيدا، كنت معنا عبر الهاتف في استوديو رافدين، شكرا جزيلا لك.